اهلا ومرحبا بكم. اليوم شنو مع بعضنا؟ سمك في الفرن ولا سمك بالخضار في الفرن والا مصلي حوت كما تحبوا تسميوه، سميوه كل واحد، وكل واحد كيفاش يعمل بطريقته. هذه ماهيش طريقه معناها زمنيه ولا تونسيه حاضره، جوست معناها من وحي اللحظه المكونات اللي عندي باش نعمل بهم السمك في الفرن. اما قبل كل شيء عندي الخضره هذيا، عندي الفلفل، هوني كعبتين قارص، قارص لهنا نقشره انا والقشور نتاعهم نشيحهم ونرحيهم. وريتكم في فيديو كيفاش نشيح القشور نتاع القوارص والحاجات المنكهات هكايا، البرتقال، المدالينا. نخليكم الفيديو في صندوق الوصف. هوني عندي بطاطا، خديت 4 حبات بطاطا، هوني كعبه بصل، هوني قرع اخضر خديت شويه هكا، وطماطم تحبوا كعبه ثب 2. هوني اخترت باش نقص الخضره، هوني مش بنقصها خشينه. علاش؟ على خاطر عندي سمك، سمك ما يستحملش برشا الطيب، ما يحبش برشا الطهو. انا هوني باش نخدم مخي. علاش باش نعمل؟ باش نعمل البطاطا بالعرض هذايا، بالعرض هذا هكا البطاطا. هذه البطاطا والجزر، زيدا باش نعملو جوست للتلوين، وزيدا انا بنتي تحبو هذاك علاش نحطه لها. نستغل الفرصة، حاولوا نقصوا بطريقة يكون كبير شوية. هذا هو الجزر، القرع الأخضر كيف كيف قصوا خشين شوية خاطر القرع في سعيتيب زيدا، خليها هكيك خشينة. عنا قعدنا البصل نقصوه دي رونديل زيدا، خلي هذا نحب نكه بيه منحبش نخلطه. أول حاجة نوزع الخضرة اللي عندي هذي هكا، نحطها في الأسفل اللي باش تاخذ أكثر وقت في الفرن، نحطها في الطاقة الأخيرة يعني هكا. بعد نجي للبصل، البصل نقصه هكا حلقة هكايا، نوزعه الفحات لهنا باش نفوح شوية شوية على البطاطا. الملح، فلفل أكحل، فلفل أسود ولا البزار، الكركم. هوني الفلفل الأحمر، الفلفل التونسي بتاعنا الأحمر مشيح ومهروش، عنده نكهة رائعة رائعة على الأخر. هوني عندي بصل شالوت اختياري، والتابل، التوابل التونسية بتاعنا. هكاها حد لهنا صافا. توا قبل ما نحط السمك نتاعي، هوني عندي الجرجير، عندي الجرجير لهنا باش نحطو كحماية، كحماية باش كي نصب الماء من بعد توليلي مرقة من لوطا باش يطيب المصلي. تعملي حماية، جرجير يعملي حماية للحوت باش ما يوصلش للماء ويطيب فك الماء يتفتفت. دونك باش نعملو هكا، والجرجير ملي شميت ريحته تحسو يتماشى ياسر مع الحوت. الريحه نتاعو تتماشى برشا برشا مع الحوت. السمك، السمك لهنا مانيش انا مانيش مفوحته هوني. اش باش نعملو؟ نجي ناخذ السمك نتاعي، وعندي هوني كمون، حلو من داخل باش نحط هكا. نقلبو، حطينا الكمون، عندي هوني ثوم بودر والا ابرشو ثوم. هوني عندي البصل لي شالوت، التابل، الملح، الفلفل الأحمر كيف كيف شوية، الكركم، والفلفل الأكحل. طب بسم الله باش نفوحو هكا في بعضو.
كأنه باش يطيب وحده، غير باش يسيب النكهة متاعو من بعد والريحة متاعو في وسط المرق متاعنا. اللي يحب ينحي راس الحوت ينحي راس الحوت، انا نحب نستحفظ بيهم. عندي القارصة، كعت القارصة هذيا، علاش خليت زوز؟ انا واحدة باش نعصرها مع الخليط هذا، ونكمل ندهنوا في بعضه هكا، خلطوا في بعضه. نجم نخليوهم ياخذوا وقتهم اكثر، نجم نشرحهم باش يدخل فيهم اللفاح مثلا، نعمل لهم ضربة هكا وهكا هكا وهكا وهكا. هكايا هكا زدنا دخلنا فيهم لفاح. طبعا نجيب الطبق نتاعي ونحط الحوتات هكا، بسم الله بسم الله. هكايا نحس لي دايا ونرجع لكم. الطماطم بسم الله، والفلفل هكا، والقارص قاعد القارص باش نقصو دي ترونش هكايا. الأكثرية نركزوا على الحوت. لهنا نكمل البصل، جوست هكا باش يسيب لي نكهتو كيف كيف على الحوت، يزي هكاكا. الصحن اللي كان فيه الحوت شللته باش خذيت داك اللفاحات اللي فيه، واللفاحات اللي قعدوا لي باش نصبهم في الصحن نتاع الماء هذاك، وطوا نصبهم على الاحراف مش فوق الحوت، على الاحراف نتاع الخضره. الخضره نتاعنا فوحه الخضره مفوحه امورها واضحه، والحوت مفوح اموره واضحه، وهذه جوست المرقه اللي باش تطيب لنا فيها الخضره ملوطه وتخرج البخار نتاعها باش يطيب الحوت. نزيد شويه ماء، وطوا اخر حاجه اللي هو الزيت ما نسيناهش، نحطوا الزيت بسم الله. هذاك هو، نحطوهم طوا في الفرن حتى ايش للي يطيبوا. نقول لكم قداش خليتهم في الفرن باش وصلوا طابوا. هون يحضر العشاء هاكا، الحوتات حضروا وكيما ترى ولا تفتفت ولا حتى شيء، وملوطه محميين بالجرجير هذاك، والبطاطا ماخذه بلاصتها. قعدوا في الفرن 40 دقيقه وامورهم الكل واضحه. طبعا نغرفهم وتشوفوهم في الصحن كيفاش في الطبق التقديم. وهذا هي الطبق نتاعنا حضر، ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وفي حلقه اخرى ان شاء الله وصفه اخرى، وبسلامه.